معانا تليفون من المغرب، الصحفي المغربي استاذ عثمان طهري. اهلا بيك يا فندم. مساء الخير زميلي احمد، ومساء الخير لكل مشاهدي قناه الزمالك المصريه. يعني مش عارفين نقول لكم ايه على الاحداث اللي حصلت امبارح، ولكن دايما في بيننا وبين الوداد علاقه قويه جدا وصداقه قويه جدا، ولازم هنعتذر واعتذرنا والنادي اعتذر على المشهد امبارح. ولكن شفت اللقاء بشكل عام ازاي امبارح؟ هو في البداية طبعا الأحداث التي حدثت في الأمس الخارجة عن المستطيل الأخضر لا علاقة لها بالمحبة التي تجمع الفريقين، المحبة التي تجمع بين الجماهير العاشقة لفريق الوداد الرياضي، والتي يعني حيت جماهير الزمالك وحيت أيضا لاعبي ومسؤولي فريق الزمالك، ليس فقط في المباراة وإنما حتى في شوارع الدار البيضاء حينما كنا نتابع يعني حافلة الزمالك وهي في الاتجاه إلى مركب محمد الخامس. إذا هذه الأحداث أنا في رأيي لن تؤثر ولم تؤثر على العلاقة الطيبة التي تجمع بين الفريقين. بالعودة إلى المباراة زميلي أحمد، المباراة كما شاهدناها جميعا مباراة كانت قوية جدا بين فريقين كبيرين. نتحدث عبر شاشتكم المحترمة ما قبل المباراة وقلت أرشح الزمالك المصري لما يمتلك من قوى فنية كبيرة جدا لكي يفوز ويعبر الوداد، ولكن رشحت الوداد لكي ينتصر في المباراة من بوابة الجمهور، لأنه البارحة وبكل صراحة الوداد الرياضي لم يفز بالأداء الكروي 100% على فريق الزمالك المصري الذي في رأيي لم يكن سيئا. الجمهور بيفرق جدا، الجمهور دايما بيدي ثقة جامدة جدا، وكانت لفتة محترمة ان الجماهير كمان أكيد تفهمت الأحداث اللي بتبقى غير مقصودة او الأخطاء الغير مقصودة اللي ممكن حد يزعل منها. عادي انا اسمي محمد وانت عمال تقول لي يا احمد، اه عيب غير مقصودة، انا ما زعلتش. هو مثلا ففي اخطاء في اخطاء تبقى غير مقصوده. لا انا بهرج معاك، وهي دي الروح دايما اللي بتكون موجوده بين الشعبين وبين الجماهير. وشايف اللقاء اللي هنا هيكون ازاي؟ ده اللقاء اللي برضه هيكون بين الاخوه طبعا، ولكن جوه الملعب كله عايز يفوز وكله عايز ياخد الثلاث نقاط. شايف الزمالك هيقاتل بكل ما اوتي من قوه في اللقاء الجاي داخل الملعب، وكمان الوداد عايز ياخد نقاط او يكسب اي حاجه من الزمالك هنا، فشايف المعامله او اللقاء هيكون ازاي بين الفرقتين في الملعب؟ في مباراة الإياب تقصد؟ أيوة الفريقين. إن شاء الله في القاهرة. أنا أرى بأنه أنا في مباراة الإياب في رأيي ستختلف الأمور، الزمالك سيكون هو المضيف والوداد سيكون هو الضيف، ونحن طبعا نعرف جيدا قيمة الضيافة لكل الفرق في إفريقيا، لأنه الجمهور، الدار، الأجواء، البلد يعني يساعد الفريق المضيف، وبالتالي أنا أرى بأنه الفرصة في المباراة المقبلة ستكون للزمالك المصري، لأنه هو الذي مطالب بتحقيق الانتصار، وهو الذي مطالب منه بأن يصالح جمهوره. أنا في رأيي زميلي محمد لكي أتحدث بكل صراحة، الزمالك في مباراة الأمس لم يكن سيئا صراحة، لم يكن سيئا، لأنه الفريق دافع عن حدوده حتى الآخر الدقائق، وشاهدناه كيف خطف هدف التقدم في الدقيقة الخامسة. لاعبي الزمالك كانوا مركزين بشكل كبير جدا، ولكن خليني أقول زميلي محمد الضغط الجماهيري الكبير، لأنه أنا كنت قريب وتابعت الأهاجيز والجماهير الودادية كيف ساندت اللاعبين. يعني أداء الوداد لولا ذلك الطوفان الأحمر لما لعب ضد الزمالك بتلك الصورة، وصدقني أداء إن شاء الله يعني يكون لقاء برضو قوي هنا في القاهرة نستمتع بيه. بس هل الوداد حدد هيوصل القاهرة إمتى ولا لسه؟ لا الوداد يعني الآن أكيد الفريق ينتشي بهذا الانتصار ما بعد الانتصار على الزمالك. طبعا الفريق سيدخل تحضيرات، أنا في رأيي وهذه معلومة يعني من المكتب المسير لفريق الوداد الرياضي، مباراة الإياب يعولون عليها بشكل كبير، وكان هنالك حديث اليوم من جانب طبعا سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي مع جميع اللاعبين مع الطاقم الفني، هنأهم على تلك الصورة التي ظهروا بها
بالامس امام الزمالك، وايضا حثهم على تحقيق المزيد في باقي المشوار، لانه لكي نكون صريحين لحد الان لم تحسم الامور في المزيد. والله انا كزملكاوي اتمنى الزمالك يفوز في اللقاء الجاي، وبعد كده ربنا يوفق الوداد في اللقاءات اللي بعد كده، ونصعد احنا الاثنين، لسه في امل نصعد احنا الاثنين مع بعض يعني. استاذ عثمان نورتني وشرفتني، ودايما بنكون سعداء بالعلاقات الجميله بين نادي الزمالك وبين الانديه المغربيه وكل الانديه العربيه.